السلام عليكم أصدقاء وحبايب علاء الدسوقي، أهلا بيكم في وشوية. وشوية هي مدينة من أجمل المدن في الأرجنتين أصدقائي، وتعتبر مدينة نهاية العالم. تقع وشوية جنوب الأرجنتين، ويطلق عليها أرض النار. زي ما تشاف قدامك الجو دلوقتي شتاء، والجو متجمد تماما. درجة الحرارة في وشوية بتكون تحت الصفر أصدقائي، باختلاف درجة الحرارة في باقي المقاطعات ومدن الأرجنتين. يعني ببونس آيرس بتلاقي درجة حرارة 6 أو 7، لكن في وشوية بتلاقي الجو متجمد تماما. تعتبر جزر جنوب المحيط الأطلسي الدقاي، وهي وشوية جنوب الأرجنتين، لأنها بتقع في أقصى جنوب الكرة الأرضية، وتسمى أرخبيل باتاغونيا. وشوية تعتبر مدينة صغيرة أصدقائي، مش كبيرة، يعني بيسكن فيها عدد قليل جدا من سكان الأرجنتين. وليه؟ لأن شدة الطقس بيكون الجو متجمد تماما، مش أي حد بيسكن في وشوية أصدقائي. الناس اللي عندها وظائف فعلا حرفيا حكومية، والناس اللي اتولدت وعاشت في وشوية مع أهليه، دول اللي ساكنين في وشوية. لكن عامة الشعب ما بيروحش يسكن هناك. ليه؟ علشان الجو بيكون متجمد تماما. ولكن المصداقية، وشوية تعتبر مدينة سياحية من الدرجة الأولى أصدقائي، فيها فعاليات كتير من السياحة ماشي، وفيها مطار، وفيها برضو محطات ومواني للسفن. الكروز الكبير اللي بيطلع من وشوية بيلف أنطارتيكا عبر البحار الدقاي، وبيعدي على جزر مالفيناس اللي هي الجزر الأرجنتينية اللي محتلها بريطانيا، ويطلق عليها اسم جزر فوكلاند. ولكن الجزر أصلا أراضي أرجنتينية، وبريطانيا حطت إيديها عليها أصدقائي، وحصل حرب قوية جدا بين أرجنتين وبريطانيا اسمها حرب الفوكلاند، وأنا عملت فيديو عنها تحت، انزلوا شوفوا. خلاص، فالناس بتسكن في وشوية، قليل جدا اللي بيسكن هناك لأن الجو بيكون متجمد تماما. زي ما قلت لك، وشوية بها عدة مواني وسفن تمر عبر البحار والمحيطات. وشوية في قديم الزمان كانت سجن للمجرمين الخطيرين، هم الناس السفاحين وأشخاص اللي عندهم مرض نفسي أصدقائي، كانوا مسجونين في مدينة أشوية. زي ما تشوف قدامك مدينة أشوية جنوب الأرجنتين، وكانوا بيشغلوا المساجين في قطع الأخشاب وإنشاء السكك الحديدية. فأشوية المكان كله يعتبر متجمد تماما أصدقائي، وأشوية مليانة غابات، فكان عاملين سجن هناك لأن أشوية منعزلة عن العالم تماما، جنوب الكرة الأرضية، وتعتبر مدينة نهاية العالم. مدينة أشوية جنوب الأرجنتين تعتبر أشوية منطقة سياحية من الدرجة الأولى أصدقائي. زي ما قلت لك قبل كده، بيقطن إليها ويصل إليها السياح من جميع أنحاء العالم، ومن داخل الأرجنتين برضو ماشي، لأن فيها فعاليات كده. زي ما قلت لك فيها مطار بيستقبل جميع الرحلات الدولية والداخلية، وبرضو يوجد بها تزحلق على الجليد، ورحلات بالسفن وركوب الأمواج، وبرضو فيها مطاعم أرجنتينية، وتنتشر فيها أشهى المأكولات وشوية لحم الخروف المشوي ولحم البقر المشهور بالأسادو. ولكن وشوية ما فيهاش عرب أصدقائي، يعني ما فيهاش عرب نهائيا، وما فيهاش ولا مسجد، لأن العرب لسه ما وصلوش هناك. كل اللي وصل وشوية ناس دخلوا البلد بس سياحة، اللي بيروح شوية يزورها بس، محدش بيعيش هناك. زي ما قلت لك قبل كده، الطقس بيكون متجمد تماما تماما تماما. وحسيبكم دلوقتي شرح شوية باللغة الأسبانية. Ushuaia es una ciudad de la Patagonia Argentina. Es una ciudad muy turística. Se ubica dentro de lo que es el archipiélago de Tierra del Fuego, en el extremo sur de Sudamérica. También es apodada como la ciudad del fin del mundo. Está ubicada en una escarpada colina y está rodeada de montes como el Martial, también el canal de Beagle, y es una vía de acceso tanto para los océanos Atlántico como para el paso hacia el Pacífico. Pasan cruceros que van hacia la Antártida y también tiene muchos recorridos hacia islas y pequeños islotes como la Isla de los Pingüinos, donde encontramos distintas especies. El clima en general es frío, templado a frío. En verano temperaturas de 17 a 20 grados
y en invierno temperaturas bajo cero, con unas máximas de 5 a 10 grados. ¿Cómo llegar a Ushuaia? Tenemos distintas vías. Puede ser a través de avión, se puede ir desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, hacia el sur. O además se puede ir desde otras provincias. Es un lugar muy acogedor. A pesar del frío, podemos observar blancas nieves. Son lugares muy turísticos, lugares donde podemos observar hermosas embarcaciones y un paseo familiar. Hay muchos lugares donde consumir, hosteles, hay restaurantes de distintos orígenes para comer comidas de todos los países. Hay mucha alimentación en lo que es peces, muchas cosas dulces, hay chocolates. Es un lugar verdaderamente que vale la pena ir a visitar. La gente que vive en Ushuaia es muy amigable y ampliamente le agrada, muy amigable con todo el turista. Podemos observar además lo de la vegetación, también observamos los animales. Tenemos gaviotas, tenemos además muchos cardúmenes. Hay todo tipo de peces, abundantes kriles, hay abundantes truchas. Tenemos un montón de peces para poder consumir y para poder utilizar la pesca. Además, se puede visitar todo lo que es la parte atlántica a través de cruceros, embarcaciones que nos llevan a visitar todo alrededor el archipiélago. La economía principal de Ushuaia es todo lo que es exportaciones de todo tipo de peces, todo lo que es flora acuática. Además, hay grandes chocolaterías, también se dedican a la industria y al comercio, industrias donde se ensamblan productos electrodomésticos que luego son distribuidos al resto del país. Tiene un puerto donde se puede acceder a tanto importaciones de todo el mundo como también se puede desarrollar en exportaciones. En un futuro es muy prometedor la vida en este archipiélago, a pesar del temporal en invierno y en los veranos que son más bien templados a fríos. Es un lugar que vale la pena venir a visitar. Algunos de los lugares y atractivos que tenemos en cuanto al turismo son el Museo Marítimo y el Presidio de Ushuaia. Es la cárcel más austral que se construyó, donde se llevaba a los presos más peligrosos de todo lo que era América. Asesinos, locos, y quedaron allí en esa prisión donde fueron encerrados hasta el día que murieron. También se los utilizaba para construir rutas y además para y la construcción del Museo del Fin del Mundo y del Faro del Fin del Mundo, para que todas las embarcaciones que iban del Océano Atlántico hacia el Pacífico pudieran evitar las grandes accidentes que habían en el sur. Además de ello, tenemos también otros lugares que se pueden visitar, como el Museo del Fin del Mundo, que es un lugar muy histórico donde se exhiben todas aquellas piezas y cosas importantes que se utilizaron los colonos que empezaron a habitar dicho lugar. Otra temática que se encuentra es sobre la historia de Tierra del Fuego, llamada Historia Fueguina. Es un museo que es más bien tipo educativo.